بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك
بما
سبحان اللہ سبحان اللہ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان سبحان الله سبحان الله يخرج منهما اللؤلؤ سبحان الله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام سبحان الله سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله وله الجوار سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن سبحان الله سبحان الله ثم رددناه أسفل سافلين سبحان الله سبحان الله ثم
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون سبحان الله سبحان الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين سبحان الله سبحان الله سبحان الله أليس الله بأحكم الحاكمين سبحان الله سبحان الله صدق الله